وسط هذا السوق يتصارع المئات من المواطنين مع أسعار الخضروات المرتفعة بالتزامن مع ما تشهده المحافظة من ظروف معيشية صعبة نتيجة حرب الانقلاب ومآلاته الكارثية. هنا في المحافظة الأسعار حق الفواكه وحق الخضروات وحق يعني مرتفعة إلى أشد الأمور، والمواطن يلا به اليوم يحصل قوت يومه، يعني تشكيله 500 300 قوت وجيد، يعني ما الباقي الفواكه الأخيرة، يعني عجز المواطنين اللي عايز يشتروها. لم تعد هذه في قمة هرم الاحتياجات الضرورية بالنسبة للكثير من الأسر الفقيرة في الجوف، بل صارت كغيرها من السلع الغذائية الأخرى التي عزف الكثير من المواطنين عن شرائها نظرا لأسعارها المرتفعة. المواطن الآن ما عاد يقدر يشتري أي حاجة، كل شيء ارتفع، صار من أول سعر الكيلو الخضار ب 600 ريال 400 ريال الآن يوصل ل 1000 ريال، ينصرفوا من السوق بسبب هذا الشيء، خاصة الذي ما عندهم دخل ولا عندهم إيرادات من أي مكان، يصعب عليهم يمشوا يومهم اليومي. يعزو الباعة في هذا السوق ارتفاع أسعار الخضروات لأسباب كثيرة، من بينها تضخم أسعار الوقود إضافة إلى بعد المسافات التي يقطعونها لجلب الخضار من صنعاء، وهو ما تصاعدت معه تساؤلات المواطنين عن غياب دور الجهات المختصة حيال هذه القضية. سبب ارتفاع الخضرة هو غلاء المحروقات وبعد الخط، ان احنا ندي الخضرة من صنعاء، فلو كان وجد سوق مركزي في محافظة الجوف لاستقبال الخضروات وجميع الفواكه لوفر علينا المسافة ووفر علينا ووجدنا سعر أنقص. كان يعني اتشجع المزارع وورد للسوق وكفت المحافظة واستهلكوا الناس بسعر أنقص. على الرغم من المساحات الزراعية الخصبة في الجوف، إلا أن السكان فيها يستوردون احتياجاتهم من الخضروات من محافظات أخرى، يعود ذلك لعدم اهتمام الحكومات المتعاقبة والسلطات المحلية بالقطاع الزراعي الذي يشكل رافدا أساسيا في هذه المحافظة. صالح مبخوت لقناة سهيل، محافظة الجوف.